فكرة ان انت تمتن وتعلن ده. في رجالة بيبقى عندها حساسية شديدة من ان هو يتكلم عن دور مراته، بيبقى عايز كل حاجة ينسبها لنفسه او هي ما تظهرش، يعني بيبقى عنده حساسية من ظهورها في المشهد. بصي يعني مش هنجمل الكلمات، ولكن اساس الحكايه حب. يعني انا بحب الانسانه دي، فاكيد لازم اللي بيحب حد بيحب يظهره. ايه اللي حببك في يسرى؟ لا حاجات كتيره جدا. اول قمر طبعا شكلها طيبه. لا بجد ايه اللي حببك في يسرى؟ هل انت كنت في المرحله دي مفتقد فكره ان البارتنر وان حد يبقى جنبك؟ يعني لا، هو انجذابي لشخصيتها، هي شخصيه بطبيعتها اجمل ما يميزها، يعني مهما كانت الكوارث طبعا نتيجه دي العشره. انا بكلم في اول لقطه، في اول لقطه شفتها عجبتك؟ طبعا يعني اكيد اعجاب، يعني العين من الاول، العين بتعشق. يعني عملت ايه لما عجبتك؟ رخمت عليها. كنت رخمت عليها مع ان مش شخصيتي. يعني مع انك يعني انت شخص، يعني ما بقتحمش حد، يعني طبعي انا لا اقتحم احد، ومع ذلك يعني ما فجاه انا لقيت كنا في انتخابات نقابة المهن التمثيلية، وهي كانت على باب اللجنة 2015. ايوه بالظبط 2015، وهي كانت على باب اللجنة، وبعدين هي واقفة جنب والدتها، والدتها زميلتنا، ودخل الانتخابات، والدتها دخلت الانتخابات، فاحنا داخلين انتخابات، انا داخل الانتخابات وتمام، يعني جو اول مرة اجربه يعني. فهنا انت كنت بقى متوتر وضغوط و بالظبط كده، فدخلت وخرجت وبتاع، فبتقولي انت خايف من ايه؟ فبقول لها، بتقولي انت ناجح ناجح، سالت مامتها قلت لها مين دي؟ اختك؟ قالت لا بنتي. تمام، من هنا بدات هي تبقى شبه اختها طبعا، بدات الشراره يعني. من هنا انت فعلا حسيت ان خلصنا بقى من الانتخابات، وقالت لي مبروك، وابتديت اشوفها في الحياه، يعني ابتدت تظهر قدامي في نادي النقابه. بس انا ممكن اقطع حاجه، ان هي هو ان هو ليه ايهاب حبني يعني، او الشراره؟ انت معجبه بيه في الاول؟ لا عادي يعني، كان عادي. انت كان عادي؟ كان عادي. ان هو دايما، هو حتى لحد دلوقتي، ان الحمد لله انا شخص متفائل. يعني حتى في اول لحظه اتقابلته، ان انا قلت له هتنجح. انت هتنجح قبل النتيجه ما تطلع، قلت له انت خايف من ايه؟ هتنجح، هتطلع، هتنجح وترجع على اصوات. يعني ايه شايف ان انا الناس كلها طور؟ اوكي. فهو دي تقريبا اكتر حاجه ياب بيحبها فيا. الحقيقه يعني التفاؤل. التفاؤل لا ما هو مش بس كده، ما هو لفت نظره التفاؤل، وبعد كده بقى حب الشخص. بالظبط. انت ايه اللي لفت فيه نظرك في ايه؟ خلي بالك احنا هنروح البيت بقى. ماشي، ما انا هقول كل حاجه بصراحه. هو ما انا جاوبت. لا، ايهاب بحب فيه ان هو بشوش، يعني بيضحك طول الوقت، طيب. طبعا كل الناس عارفه ان هو طيب، فهي دي صفه جميله. راجل يعني، يعني يعتمد عليه، عنده مسؤوليه. أيوة، انا عارفه الاحساس. ودي طبعا اهم حاجه بالنسبه لاي ست، ان هي تتمنى ان هو ظهر. حسيتي ان الراجل ده مش هيرميكي في نص الطريق؟ بالظبط صح. مش عايش دور النجم، لا صح. هو جنب النجوميه، هو انسان متزوج ومسؤول عن. بالظبط. او هيبقى مسؤول عن. بالظبط. بنشوفه على الشاشه شرير، هو ناجح في دور الشرير في الحياه بقى. ما هو عنده، انا قلت طيب خلاص، قال لك هتروح في البيت هيطلع جزء الشرير. انا كان دايما لفت نظري فكره ان انت العلاقه دي خليتك تقرري انك انت تاخدي خطوه لورا، وانا عاده من نوعيه الستات اللي اقول للستات لا ما تسيبيش كاريرك، ما تضحيش بحياتك. انت عملتي ده، وانت عملتي بده، وانا حاسه انك انت مقتنعه. عملته بحب، وفي نفس الوقت ان انا عمل يعني استغلته في ايهاب. يعني دايما يعني انا انت حققت حلمك في ايهاب. وانت راضيه؟ وانا راضيه وسعيده. يعني لما بينجح او الحمد لله بيبقى فيه بصمه، بحس ان انا الحمد لله. حتى لما يعني بدا ربنا ان هو يراضيني فيه، يعني يعوضني فيه هو، يعني اشوفه مبسوط. لما هو بيبقى مبسوط بتحقيق حاجه، انا ببقى فعلا برضو مبسوطه جدا. هل ده لدرجه الحب اللي بينكم، ولا اقتناع ان انت لازم تفوكس على ايهاب؟ لا، ان هو طبعا اول حاجه حب، وبعدين انا بعتبر ايهاب ابني، يعني زي ما بعمل ولادي ان انا بستثمر فعلا فيهم، بستثمر برضو في ايهاب. يعني انا ابني بحط فيه كل طاقتي ان هو يكون زي ما يحب، نفس الكلام ايهاب. فانا خلاص، وطالما كنا مشتركين في نفس الكارير، فانا الى حد ما فهمت طبيعه الحياه. ايه عيوب الابن المدلل؟ طبعا بالكلام اللي احنا قلناه ده ايهاب مدلل. هو اصلا مدلل كده، واضح جدا ان هو مدلل. يقول لك انت بتعملي كل حاجه، هو بيروح بس يشتغل. كل اصحابه يقولوا لي يروح انت قدام الكاميرا، انت تستاهلي. ايه بقى ايه العيب والعيوب اللي بتيجي من التدليل؟
هو التدليل ان انا لو ابني غلط بعرف ازعق له يا ابلة. ما بعرفش يعني لو طفل هتقولي له عيب كده غلط، لكن هو كبير ما اعرفش اقول له. يعني في حاجات دي بقى اللي احنا ممكن نكون بتعمل الخلاف، انه لما بشوف حاجه ابقى عايزه اوجهه فيها ممكن الى حد ما، لانه برضو كبير وعنده شخصيته مش مستنيني اجي اوجهه، فممكن ده يعمل شويه يعني نتناقش فيه شويه، او ممكن يبقى في حساسيه بينكم او صدام. بالظبط هي دي.